كما شفتم الآن نتكلم على كيم مثل هذه الشاشة، نتكلم على الدلفين. أوكي، إذا سعيدك معي أخاك، سعيدك مع اختفى سعيد. بس أدري اليوم المباشر يعني. المهم اليوم إن شاء الله هنتكلم على الدلفي مثل ما عملنا درس على في الدوت نت على سي شارب، وتكلمنا على كل الفريم وركات المستعملة في سي شارب. اليوم إن شاء الله سنتكلم يعني نفس الشيء بما يخص كل ما يخص الدلفي. أوكي، إذا هذا هو الدلفي. لغة الدلفي هي لغة معروفة قوية، فيها تقريب كل شيء لا ينقصها شيء، ومشكلتها الوحيدة هي مشكلة تسويقية ومشكلة يعني الكوميونيتي أصبحت ضعيفة جدا. أوكي، إذا سنضيف سعيد. السلام عليكم مسكيري، اسمح لي برك ساسي كوبي. وي تفضل سعيد. كما قلت دلفي إذن عنده فورم ماركات كبيرة يشتغل معها. نبدأ بالVCL. VCL أن ننشئ تطبيقات سطح المكتب عن طريق فورم وارك اسمه قديم جدا، يعني قديم الVCL منذ ظهور دلفي هو موجود الVCL، وعندي لوائح الملفات يعني الناتج للديزاين هو DFM. إذن الصفحة عندما نضع المكونات تصبح DFM، والسورس سيكون بلاحقة اسمها باس، لأن الدلفي يعتمد على لغة الباسكال الأصلية، يعني النواة الدلفي مصنوعة بلغة الباسكال. سعيد، ضيف لنا معلومات عن الفيسيال، ماذا تستطيع تقول عن الفيسيال؟ وي السلام عليكم الخوة. بون لا فيسيال بمعنى فيجوال كومبوننت ليبراري، لا ليبراري دي كومبوزون فيجوال. ريالمون سي اون انتربريتاسيون نتاع لابي ويندوز سو فورم دو كومبوزون. سا في دير في وقت اللي ظهرت فيه الفي سي ال لي زاني 95 جو بونس ولا 96 مع الدلفي 1، مايكروسوفت كانت خدمه فيجوال بازيك، ومن بعد من الفي وبورلاند كانت معاها كانت مع التوربو باسكال ولا باسكال بور ويندوز. ومن بعد واش داروا بورلاند بور كونكورونسي الفيجوال بازيك هذاك، واش خرجوا دلفي. دلفي 1 دايور كي خرج او بروميير لا بروميير فوا قتل كومبليتوم فيجوال بازيك، ولاو يسموه فيجوال بازيك كيلر. مام هذه الهضره خرجت يسموه فيجوال لو تيور دو فيجوال بازيك، يعني قاتل تاع الفيجوال بازيك. خرجت اوليو باش تكتب في الكود نتاعك ان بروغرام ويندوز سو باسكال، هما خفوا عليك الاخر، خفوا عليك الخدمه واش لا فورم سكري اوتوماتيكمون، وانت تحط جوست لي كومبوزون هذوك اوليو ديكرير اون ابي ويندوز الاخر لي كومبوزون هذوك. لا راهم واجدين مع الدلفي كيفا غير تجلسي ومتحطم تسحبهم تحطهم تجلسي وتحط فوالا سا ايكونوميز بوكو دو طون، عندك اختصار في الوقت كبير بزاف فوالا. حنا المشكل نتاعنا في الجزائر عندنا ان تو بتي بروبليم، سي كي كون قراو كي نقراو دلفي ولا واحد يقراه وحده ولا واحد يبراتيكي عليه، حنا ما اون ديفلوب با لاريير بلون. لاريير بلون جو دير صافي دير حنا موالفين نخدموا برك لي كومبوزون سي تو، مي لو باك جراوند كيفاش مخدومين لي كومبوزون هذوك، كيفاش لانتيراكسيون انتر لي كومبوزون، لانتيراكسيون افيك لي ديو هذو كاع اون ليس تومبي. صافي دير ما ندخلوش بزاف في لي ديتاي، وهذه هي الغلطه. لازم الانسان كي يقرا الدلفي يقرا لورينتي اوبجي تاعو. لورينتي اوبجي تاعو ساهل، انا جو بارل اون طون كو اكس بروغرامور بسي بلس بلس، كنت خدام بسي بلس بلس. لورينتي اوبجي تاع سي بلس بلس على بالكم دي فوا راسك اي فور تلمون لا سينتاكس هذيك واعره ديجا باش تفهم. والله ما يخصك اسكيري، والله كاين دي ديكلاراسيون دي سينتاكس جوسكو جور دو جوردي ما نعرفش نقراها. صافي دير ودي فوا نزابي برك
مي في D'accord. دلفي نو، دلفي سهل، لوريونت اوبجي تاعو سهل. الوغ جو كونساي دو لير بيان لو باسكال اوبجي افون اون باراليل مع لا براتيك بالدلفي. لي وكاين كومبوزيت ميم جو بونس ازكيري واحد الليفر نتاع الاخر ماركو مار كونتو كانتو، هذاك الليفر الي غراتوي جو بونس. جو مي سوفيان با والله ما وي عرفت. الليفر طون يسميوه باسكال اوبجي، اوبجيكت باسكال، خدمو. سي ان تري 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 بون ليفر. الانسان اللي بغى يقرا تعمق مليح. و اوكي فوالا. سي با غاف. اذا في سيال قلنا هي مكتبه تاع دلفي تخدم لنا لي زابليكاسيون دي سكتوب، اقدم مكتبه موجوده لحد الان موجوده، اسرع مكتبه او اسرع فريم ورك شاهدته في حياتي عن صدق، يعني عن صدق شاهدته في حياتي لصنع تطبيقات سطح المكتب، سرعه في الاداء وسرعه في الانشاء، يعني في البرمجه سرعه يعني تنشئ المشروع في وقت قصير، وايضا سرعه في الاداء يعني التطبيق يكون صغير الحجم وفيه سرعه، يعني سرعه في الاداء. استعملت الوين فورم، استعملت الدبليو بي اف، استعملت يعني اشياء كثيره، استعملت في بي سي سابقا ايضا، الفي سي ال دلفي في سي ال هو لحد الان، يعني عندما نريد انشاء تطبيق عادي عادي يعني لا ماهوش تطبيقات ريش، الان نقول كلمه ريش غنيه غنيه بالواجهه، يعني الواجهه غنيه اصبح يعني حاليا الكليون يبليجيك يعني يطلب منك دائما انشاء تطبيقات غنيه في الواجهه، غنيه في الواجهه، اذا بمجرد ما تضيف لها مكونات مثلا ديف اكسبريس او تي ام اس او اشياء ستتعقد الامور ويصبح التطبيق يعني ثقيل نوعا ما. اما بالناتيف يعني بالكومبوننت الموجوده في الفي سي ال، يعني يعني انا واحد من الناس يعني في الفي سي ال اذا كنت تعمل تطبيق صغير ف او كبير يعني المهم تطبيق بالدلفي العادي فيكون سريع جدا في الفي سي ال. اوكي اذا قد الفي سي ال هو تطبيق يعني الفريم ورك ينشئ لك تطبيقات سطح المكتب عادي. نستطيع اضافه مكونات في الفي سي ال وهي موجوده بالالاف، من بين مكونات يعني المكتبات المشهوره هي ديف اكسبريس، تي ام اس، زيد لنا سعيد كش ما عندك مكتبات للجرافيك خاصه بالجرافيك. كاين ال ام دي، ال ام دي هذه قديمه بالبزاف، صافي جو دير قديمه صافي دير لا اي تي كونسو صافي لونتون اي جوسكو جور دو جوردوي الي مانتونو. ال ام دي سي اون بيبليوتيك دو كومبوزون فيزويل، ثاني عندها دي لابيل، عندها لي زيديت، ال ترات تو سكيل فو. كاين ثاني دي بيبليوتيك كيما لا جي في سي ال كو جو كونسي ا تو لو موند دي توليزي. لا جي في سي ال ثاني هي مكتبه مليحه بالبزاف، عندها دي كومبوزون فيزويل وعندها دي كومبوزون نون فيزويل، الي تري ريش. يون بلوس لا بيبليوتيك هذه عندها نقولوا عندها ريالمون سي دو بيبليوتيك ديفيرونت، كاين لا جي سي ال وكاين لا جي في سي ال. الور لا جي سي ال سي تو سكي رولييه او بانيفو دو سيستم، لا جي سي ال يعني كل شيء يعني البانيفو كيفاش نقولوا بالعربيه؟ بانيفو بانيفو البانيفو سافي دير واش لانتيراكسيون افيك لو سيستم كاع، سافي دير سي اون بيبليوتيك كي توش فريمون او سيستم، تقدر تنتيراجي مع لي بروسيسوس، تقدر تنتيراجي مع السيستم ديكسبلوطاسيون كوم يل فو. وعندك لا جي في سي ال هذيك اللي فوقها دايور الورا بزوان ديل بور سانستالي، وعندها انستالاتور اوتوماتيك اون بليس سي دي فيشي بات و يتانستالي. لا جي في سي ال هذيك سي اون بيبليوتيك دو كومبوزون فيزويل كي تو بيرمي ثاني تخدم واش تحب. اون فات اون كومبليمون افيك لا في سي ال ستوندار هي بوكو دو فريم ورك دو بيبليوتيك دو كومبوزون اون اكسترن بالاوبن سورس و بالبايون كي تو بيرميت دو فير نيمبورت كوا افيك دلفي. فوالا هذه هي باش يعني تحول تطبيق الفي سي ال الى تطبيق غني مثل ما قلنا التطبيقات الغنيه البارح، يعني تكلمنا على سي شارب وقلنا الفرق ما بين الوين فورم وتطبيقات دبليو بي اف، انها التطبيقات دبليو بي اف غنيه غنيه في الواجهات، يعني ضافوا لها اشياء مثل السي اس اس. ايضا في الدلفي عندي مكونات تسمح لي بانشاء يعني تحويل الفي سي ال الى تطبيقات غنيه. اوكي الفريم ورك الثاني هو الفاير مونكي، هو الفاير مونكي ايضا فريم ورك جديد ما لهش ياسر من اللي خرج، يعمل لك كروس بلاتفورم
ويعمل لك الكروس بلاتفورم، ويعمل لك ايضا تطبيقات الالعاب يعني 3 دي، فاير مونكي 3 دي. اذا في الكروس بلاتفورم الفاير مونكي يعتمد يعني ينشئ لك تطبيقات ديسكتوب كروس بلاتفورم، وايضا تطبيقات موبايل اوكي اندرويد او اي او اس. لوائح الملفات هي افاميكس اوكي. اذا عندي دائما الباس اللي هو الكود بيهايند او الكود سورس، وعندي الواجهه اللي هي افاميكس. والافاميكس ودي اف ام لم الاحظ فرق كبير، يعني هل يعني عندك معلومات سعيد الفرق ما بين في السورس للسورس الملفات طريقه التركيب؟ على حسب انا ما نكذبش عليك، انا ما نكذبش عليك، لافاميكس جي با بوكو ترافاي سور، مي على بالي بلي سي تان فريم ورك ابار كي ملتي بلاتفورم. صافي دير كونت يكري تكتب في الدلفي اون يوتيليزون لا فاميكس، تقدر تكومبيلي الاخر، تقدر تكومبيلي الاندرويد، تقدر تكومبيلي الماك او اس انسي سويت. صافي دير لا ليبراري هذيك اللي بازي سور لا لا لي لي سي تان فريم ورك كي ليبر، صافي دير il n'est pas lié étroitement à une API bien précise. Ça veut dire ما راهش كيما الفي سي ال اللي لي ديريكتومون على على بي ويندوز. هذه اللي انديبوندونت الموتور دو روندمون تاعها il n'est pas lié il n'est pas fixé pour une seule plateforme. Voilà. C'est tout ce que je sais parce que jamais j'ai jamais travaillé avec la Famix. Et je sais بليك ثاني la bibliothèque Famix initialement machine تاع بورلاند machine تاع امبركا ديرو شراوها. Elle a été développée d'abord en open, à la belle et bavée, en open source. On bat apparemment, ils ont négocié avec le propriétaire, Shrawha ou Tawaroha. Voilà. D'accord. Et donc, on a le FireMonkey, donc, c'est un framework qui est un peu cross-platform à Delphi. Il est un peu de la vie, les événements, les احداث. يعني عند وضع المكونات على الواجهة نضغط بالزر على على زر على النافذة على أي مكون فنتحصل على الكود.